عليكم و عواش مباركة. كما قلت لكم وغادي نقول لكم ونقول لكم غدا اسيدي، دابا حنايا نهار جينا لهاد هاد المعهد، جينا باش البرغيغو نميمة. اش جينا هنا؟ جينا هنايا باش نتجمعوا ونشاركوا النميمة ونتكلموا في عباد الله. صافي حنا جينا نميمة من عند شي واحد، تنحاولوا تبرقيكم ونطلقوها لكم. مثلا ندخلوا لا في سياسة ولا في ديانة ولا والو، رغم أن حنايا مسلمون غير منافقون، ما ندخلوش فيها، ما نتبعوا حتى شي جهة، لا وزارة لا داخلية لا خارجية لا ديانة لا والو، مالو، حنايا مستقلين مستقلين. ندير هادي أولا، خصكم تعرفوا شكون هما حنايا. حنايا كيما تقولوا بعض الناس اللي تيفهموا هما مفهمين تا حلوة، ندي سكيريا، وانتيا اللي تتقول لنا حنا سكيريا، ها علاش تاخذ ليا فلوس الضرائب من هادشي؟ علاش ها مين تتقول لنا حنا سكيريا؟ عندك تدخل سوق كرك ها وديها في كرك، واش نجيو عندك تنسعوك؟ لا، فلهذا حنايا حنا واحد جمعية عالمية ديال السكيريا المغاربة، عندنا قوانين، عندنا نظام، عندنا تحملات، واش ولي باجاجيس تحمل ما عرفتش شنو. فلهذا مدي حنايا بالكلام ديالنا تنشوفو ديك السيدة اسمها نبيلة، لا ماشي نبيلة، نبيلة نبيلة رقميني، دارت لهم واحد سايت ويب سايت، قالت لهم كازابلانكا شكاية. ومنين دار دابا الشكاية هذه مزيانة، ولكن يا ديك الأخت ولا ديك هذيك البنت ولا ذاك الإنسان عبد الكريم، لا ماشي عندنا هذيك، ولا ذاك الإنسان مانيش هاد السيدة ديال العملة ديال الدار البيضاء، ها كيفاش غادي تستفيد لك؟ يعني اللي جاوب التليفون غتجيب لنا الثاني، الزبونية وبنت فلانة وبنت فلان، وبارك على التليفون ويندخلوا في التشينكوم ويخليوا التليفون زلزل، وبلا كاين الشكاية والو. إيوا واش غدير لهم الكاميرا داك البيرو اللي غادي يكونوا فيه جاوبوا على التليفونات باش تعرفوا باش يديروا المحاسبة؟ هادي ولا المحاسبة لابد، غادي تجيب لنا بنت فلان، هادي بنت فلان ديالنا، هذا ولد فلان ديالنا، دخليهم تما يتخلصوا على حسابنا، وما كاين لا عقدة ولا شكاية لا والو. حنا كشي خصو يكون اون ريجيستري، لان كيما هنا تعمل التليفون الشكاية تيقولوا لك بان هاد الملاكمة، ماشي الملاكمة، لا ماشي البوكس، المكاملة، والله ما عرفتش المكالمة ولا المكاملة، ما عرفتش هاديك المكملة، المسجلة اللي يقول لك بحال هكا تبقى تسجل هيا باش غدا قلت لهم عيطت لفلان ديك الإدارة مع ربعة غير قسمين وهذا تكون عندهم. فلهذا بغينا نعرفوا هذه كازابلانكا الشكاية، خصنا نعرفوا شكون هما اللي الأوطو اللي غادي يمشيوها. فهمتي؟ ما تجيبيش ثاني المعارف وتعطيهم الفلوس وهذا وهذا وعلى حسابنا وما يديروا لنا الشكاية لا والو. فهمتي؟ يوم انت بغيتي شكاية، انا يا تنقول المغاربة الجالية، هادوك السقعين اللي بقالك بغا يدفن في أرض الوطن، واش مقبرة الرحمة؟ مقبرة الرحمة الكلاب كتر من الموتى، شتي هاديك المقبرة ديال الرحمة؟ الكلاب اللي فيها كتر من الموتى اللي كاينين تما، لأن هذاك المحافظ تيبيع الشري ودار ليهم الباب نجيد على الباوة. دابا تجي المقبرة خصك توقف طوبي ديك التلاتة وتبعو على رجلك، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا لقى مولانا نسعى وريضك. ودابا 4 كيلومتر هنا الواحد ما دورتيش معاهم باش يدفنوك جيت الباب، تيلحوك لها مدي الرحمة بحال غادي هما فين ديك الرحمة جات في الحي الحسن ولا الولف ولا ما عرفتش فين هذيك الناحية. إيوا التصور تاع ديك مسك المريض ما تقدرش تمشى. إيوا علاش ما يديروش واحد البوابة كما قلت لها الرمالي، ديروا باب خور من جهة أخرى وديروا فيه كار بارك، باب بحال هاد الميت ملي غيجي يدفن يمشي يدفن في جهة أخرى، يدوزو مليه من جهة أخرى، ماشي يدخلو من الباب الرئيسي ويمشي على عبادات تمشي على جهة. وثانيا أنا ماشي ثانيا هذاك هادوك هذاك اسمك الرمالي، هاد مقبرة الرحمة ولات فيها الرحمة ولات قحبة، أقولها وأعيدها
شعل الضوء، اسمحوا لي نشعل الضوء، لان ملي تبغي نستشر معاه تلقمني وتقول شعل لهم الضوء بشعرتك بانك نتايا راه من هنايا، داكشي قاعد تقول والو ما نديرش ما ندوش عليك، مسكين ينصح لنا لان هذا في المخابرات بحال جا نمشي واحد ما بيستروا عليه في الكوميسيريا تقول راه حمق صافي وجدوا يتدمسوا القضيه وياخذوا الرشوه هذه حرتو هذا ولا مخابراتي، لانه كان يعمل فضيحه للبوليس ويقول سي 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 سيتو لي هنايا قابلني معليش دابا هذا قسم ديال الشكايه على الاولى زعما لا 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 هي شي حاجه مزيانه اللي حنا تنشكاو وكنا لو دابا مع هادشي ديال هادشي ديال هادشي ديال الاولي خرج عليهم دابا ما كاينش شي عند مقدم الدور معاه ولا هذا ولا تمشي عند القايد ويجري عليك ويقول لك نعمل لك اهانه لا لا بقى والو يعمل اهانه يعمل اهانه طب هو راه كتبنا وسيطا بوم ملي يشوفوا هادشي تخرج بالخوف ها هما بلا يديروا قسم الشكايه زعما كاين راه حنا تنتصنتوا لك ما تصنت ليا وهم يتصدي لي جي يجري على الكلاب والكلاب الكلاب اللي تحفروا القبوره محفورين وهذاك المحافظ هذاك داك الشطان على الله عليك اليوم السبت ديال المسخوط تضرب الفلوس ديك المقبره دايرينها محلابه ديال الفلوس ديك المقبره ماشي المقبره ديال الرحمه هذه الاخرى ديال هاو هادي ولا هادي ولا كاع المقابر ديال المغرب على اليهود ولا المسيح هما اللي كانوا محترمين تيديك الشاب واحد ديال التحملات على التحملات الدولية ومعهم ماشي أنا المغاربة ديالو لك محامين قال لك خد التقاعد بزاف مخيم تما اش ما كدير تما هاي اللي كان شكون اللي يخدموا العمالة والبلدية وشكون اللي جاي ولا سامعك صافي الله يعاونك خد التقاعد روح تقوض ما كاينش قال لي خسر الهضرة واش خسر الهضرة علاه أنا قلت لكم الفيديوهات ديالي كلهم محروقين تحرقوا تعمل لابيل عاد نشوف يربح والأصوات تمشي ليا ويقول الناس درتي الفلوس اش من الفلوس الفلوس اش من الفلوس ما درنا لا فلوس لا والو كما يقول لك المثال العربي المغربي هذا فلوس البنت يديهم زعطات بتاع الملك كيفاش كنا كنا دابا هذا دابا انتم يا بيضاوة يا الجاليه نعل الله عليكم اليوم السبت ما تقولوش غنمشيو نموتوا يدفنونا في بلادنا ما عندك بلاد ما عندك والو سيفك الخارج سيت اليوم العمله صافي الكونترا دا از فينيش كونتراكت از صافي ذا اند اوف ذا كونتراكت صافي مالو عاد تجي تصدع على ابغي ندفن في بلادي واش بلادك شاريها بفلوسك ها تدفن في الدوله اللي فيها نتايا تما تما يخرجوا يمشوا للبار ويحتفلوا بحال هكا معاهم يدوك تما الغد اللي يجيو الكلاب يخرجوك من القبر صحه ها الكلاب الضاله ها ضاله النهار كله هي تما زعما كاين هو عادي عرفتي راه عرفتي مش حال الكلب كون كانوا غالب دوك الجزارات يشدوا الكلاب ياخذوهم يذبحوهم يعملوهم في ذاك المركز مع ذاك الصباغ والثومة وقول لهم هو لان الكلاب تياكلوها في تونس تياكلوهم في فيتنام ما فيها عيب غير يكونوا شبران شدوهم وذبح سيرهم وبعدهم دوزهم كفتة ما نيناش انا مشيت سوقي ما شجعش الماكلة ديال ديك مولا بهذيك الكيلية ما كاين ولا مولا ولا نحصلوا الكلاب ديالك نحصلهم في الروضات وما ندخلهم يطحنوا ما كاينش حنا ما عندناش ديك الزبونية والمعافى والو حنايا الكلاب ما يكونوش ما خصهمش يكونوا في مقبرة الرحمة لأن هذيك مقبرة الرحمة باش الناس يترحموا على الآلة ودوك دوك الإدارة ديال المقبرة خصهم يجروا عليهم ياخذوا الفلوس من عند الطلبة باش يخليك تدخل يعطيك البريفيليج باش تشد الجهة هذي ولا في غادي يحفروا القبور خصك تدور معاهم الرشوة هذيك الرحمة يا مولاة الرحمة ولا مول الرحمة يا اسمك العمدة دير لنا واحد البحث هذه شكاية رسمية انا تنشكي لك في ديك كازابلانكا شكاية انا من هنايا تنشكي تنقول لك شوف لنا اش وقع في الرحمة اشوف لنا ديك المقبرة واش زعما واحد مات صافي نسيناه لا 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 التاريخ ديال البلاد هو في المقابر بحال دابا صويرة صويرة كانت العاصمة ديال المغرب غير الفرنساويين جاتهم بعيدة وحولوها للدار البيضاء وحنا ولينا تانا ودمسوا لي صويرة ما يمشي المقبرة صويرة وتبقاي تساري في المقبرة وما تشوف الممثلين ليزارتيست السفراء رجال الأعمال ديال العالم كلهم متفونين علاش ديك المقبرة ولا سير غادي قال لك قدام مريزيكا قال اليهود وتشوف الناس حنا المقبرة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله جوج مات جوج 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 64 صافي ما تقولك لا والو داكشي ماشي داكشي عشوائي ما كاينش زعما كاين ارتيستيك فهمتي
دوك لا وعلى خلي يخلي الكلاب يجي يحفروا الكلاب ولا وذاك العمله ما دير والو ما دير والو ولا ماما ما طريت وارد مهرسي القبور مهرسي الخبيزه وتمن ما يتم هذيك المقبره ديال الرحمه الى الناس ديال الضرب الى خافوا باش يديروا لهم اهانه ديال الموظف انا ما نخاف حتى شي واحد انا زعما الاهانه ديال هذه البنك حنايا هذا البركاك هذا المخابراتي هذا المروك هذا تنهينو يوميا تنهينو يوميا ولكن تو تعمر لي الدواسير تيصيفط لها تيصيفط هذا هذا الرساله تيصيفط ديريك فين المعارف اللي الله ما عرفش تي يخربوا على عباد الله كما ولا باش تي دابا قال لك بانه قال لك هذيك هذاك القجع شوف على طاح مع هذا راك وزير رئيس الجامعه ومن البركان دات لكم تفريق وتيتكلم من واحد الاسلوب ديال حبي قال لك راني سقسيتو وحلف ليا شو دابا هذا الرشوه ماتش فيكسين كنت سمع على فيفا وانا نقول دابا كاين شي واحد في لا فيفا تسمعني هاد الماتش فيكسين اللي كاين في المغرب خصو هذا لا فيديو خصو تسيسباندا من القجع وكل شيء واخا يكون يصاحب اخنوج واخا يكون في البرلمان لان هادوك البرلمان اللي تلقاهم في فراخ الكبرى كلهم القحاب غير 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 المخلبوين اقولها واعدها فختي من العاش اخويا المغربي تحمل المسؤوليه تا هو هذاك يلاه جات هو تحمل المسؤوليه قال لي تحمل بالي هذا قال لي هما هذا وستي تسمعوا فيه بعنا خلينا لكم الماتش ويلي هذا برلماني ديال الفرقة ديال برشين ديال فلسطين تحية ديال برشين الفرقة ديال المسيكين ما عندها شي كان زوين بكري ديال الديمي وباه وهذا 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 مونيشكا تيضرب تيدخل واش كان بكري مونيشكا تيدخل للتيرا تيضرب لاربيت عرفتي بكري هادو لي ديريجون هادو بانوا دابا حد الان هاد البرلماني ما سيسبوندا ما والو وباقي يخليه في الجامعه لان وقال لك راه رئيس واحد القسم ديال المنتخبات الصغار اندر 21 اندر 18 داك فهمتي هذا تمشي معاهم الخارج وتمشي معاهم تمشي شوبي زعما شوبي والقجع كرئيس الجامعه قال لك راني سقسيتو وحلف ليا ايوا دابا انت اللي حلف لك صافي ما دار والو لا 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 شي بقى بيجا القجع ديما تقول لي انت يا خدام ديال الحكومه صاحب جلاله ما كاين والو ما كاين صاحب جلاله والو اي واحد يقول صاحب جلاله الا انه شفار ايه شفار هذا اللي تقول سيدنا نصر الله هذوك كل مواد القحاب شفاره هاي بحال هذاك ذاك العمده هذاك البقالي ديال فاس قال لا لا انا ما تقول والو انا لا 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 ايوا ما علاش ما تقول سيدنا نصر الله ثلاث مرات ثم مرات اربعه علاش علاش ما درتيش تقوم بالشغل ديالك على داك الشيء اللي قلتي اذا كان صح راك خدام ولكن علاش دخلتي لنا سيدنا نصر الله في الديسكور علاش عندك داك الصلع هذيك الرمضاني هذيك البركاني انت ولا ميجو هذيك تاهو اما لا هذا هي علامه ديال الضعف ديالك لانك دخلك الغش علاش تجبدوا سيدنا نصره الله ودخل لي سيدنا في ظهره الله يرحم به وابعدوا على سيدنا ماشي سيدنا ماشي السراج السلطان محمد السادس فلهذا شوف شوف الله يرحم باك ما تبقاش دير بوني ديال دي طالي الطانسيو بوم بعد نرجع عندي بحال هكا عندي قالك واحد الكازيتا ما عليناش تنشكر اخواننا المغاربه عبر العالم وهذا ولا ما الايامات راني والله العظيم ما تدينيش الناس لاننا القطعه موجوده هاد القطعه ديال الميريكان هادي ديال الالمان الله ما تجيب دوك العيالات الكبار اللي قدي تقول لي وليدي وليدي انت بحال الحفيد ديالي الحفيد ماشي الاسد لا الاخر انت قد الحفيد دوك العيالات كبروا مسكين بحال حتى هما كبروا غير ما يقدروش يخرجوا في القناه الشعر مصوب بالمكياج لانه محافظين علاش الله ما عارف فهمتي علاش ما يخرجوش قال لي منتي تكلموا شتم سمعتوا اللي تكلموا عندك اسمه ذاك اللي باك على الحيط بحال شي طلاب باك شكرا 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 على الدعم ما كتبت لك شي صاروخ الدعم اش من الدعم مانيش يعني تصنت لهم الاخر الاخر قال لك هذاك اللي قال لك هذاك الدري اللي زمو زعلوا لا باقي زعل تما عرفتي وقلب قلب معلك الله الله الوطن الحموشي قلب مع بون تاع قال لي الشفار هذا يا هذا عطام والله العظيم الا قطعه عرفت واحد ميتين بحال ما نيا الا بحال ما باقيش هذاك الدري ديال الزعلوله ولا خويا باقي على الحيط وعاد الاخر ديال اسمه هذاك ديال هذاك مول مارينيير هذاك مولي فريت هذاك اسمه بروكسل اسابليف هذو عالم عالم كاين ذوك العيالات
هذه ماريا، هذه سوريا، هذه كذا سبور، هذه هذا كلهم تما يخرجوا. واش عندك؟ عندك المغربي هذاك اسمه سوزوكي، ماشي طوموبيل سوزوكي، لا لا نسميه سوزوكي. فقال بولوني، واش من بولوني ولا ما عرفت مين هو، معليش. ولكن مشى عند جاني يجي يتشكوا عليه، ملي قلت له ولقى الحبس تنقطع تنقطع من كل شهر. هو هادشي اللي كيما كناش نطول عليكم، هو ملي دابا هذيك العمده دارت لنا واحد القضيه باش تقول لنا كازا بلانكا شكايه، ديك المره قال وي كازا بلانكا، دابا كازا بلانكا شكايه. ومره اخرى قلنا كازا بلانكا بركوا عليه، بحال بحال والديره، ملي تشد لنا وجرنا في الطريق هذه غادي 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 تقول لنا. ايوا دابا هاد كل هاد الناس اللي غادي غادي اسمو ستافي، شكون اللي غادي يمشي هاد كازا بلانكا شي، غادي يجيبو لنا المعرفه ويدورو معاهم، غادي ندير واحد الشركه تمشي كازا بلانكا شي، يجيبو شركه وهاديك الشركه تاني غادي خصهم يديرو لها قسم اخر ديال الشكايه باش نشكيو بهم هما، لانهم غايجيبو لنا البنات الدسرات. انت فين كنتي الباح كنت في لاكوت ولا خوتو اش دار طلبك باك مازال ما درت والو مازال يعني ولاد بقى وحاولوا الناس ما اللي بغا يكتب الشكايه ما كاين. ها شوفوا هاد الشكايه الا بغاو، هاد الشكايه كازا بلانكا الا بغاو الشكايات يدخلوا للتواصل الاجتماعي وياخذوا الفيديوهات بحال ديالي انا اللي يتكلم. ما لا نتكلم لا مع مرا لا مع راجل، ما لي ما داخل سوق راسي لانني داخل سوق كري، فهمتي؟ ما تنتكلم على شي واحد، انا غدا نتصنت ليهم وتنقطع مع راسي، تنقطع تنوي العظيم الى الله طيرني بوحدي. قال لي واحد مشى عند عزوز، ايوا مشى عند عزوز، لا لا ندير انا احسن مشى عند عزوز، خصنا نديرو لك الاجتماع الثلاثي تحفة عزوز، وجيبوا لك ياسين، هذاك ياسين ماشي كسروج، نجيبوه يبدا يدور لي في طريق ياسين، ياسين مع ياسين، انا تاشفي مع ياسين، ما كيسب لي في ولده، قال لك علاش ما قال لك اسمه اسمه الدري ديال بقيت يتكلم مع التلفزيون نهار كله، بقيت يتكلم مع التلفزيون. طارق ياسين مش طارق تاشفين تا والله ما عرفت، والله ما عرفت شو واحد يقول لي تاشفين هذاك هذاك. الاخر قال لي ممكن ما كانش يجيو لي والو، مسكين انسنت هذاك الدري عزيز عليا الله العالي، ديك حتى ملي يتكلم ديك الطليانيه وتيدني الفا تيبغي يضرب التلفزيون، هذاك تعجبك الدري، ولكن ما خصهمش يبقى يسبوا الدري شو ما هادشي هادشي ديال لا ولا مليح، تيطيحوا بالقيمه ديالهم. الدري خليه لولده ضر فيه هو ومدي ولا ضروري في مرته اللي هكذا حداكم، ايوا اما الدري خليه ترونكي حشوم عليكم. لا ماشي اشنو ما نقول لهم الاخلاق، قالت ماشي من الاخلاقيات، الاخلاقيات ما عرفتش تستاهل تقول لا انا خليني نمشي بحال انا نمشي نتفرج. واش انت بارسا ولا لا؟ لا انا كورسا ماشي بارسا، لا انا نمشي نتفرج ريال مدريد مع ليفربول ونتمنى ريد 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 يا نبوك الله يا نبوك الله، ليفربول ليفربول وانتم صحاب ريال مدريد ايوا سيرو تفرجوا. هو هذا انا كنت معكم لهنايا غنمشي بحالي، دوزت 20 دقيقة قطعتوا بيا وانا انا قطعت بكم، وانا بغا نمشي ثاني نشوف اذا ديك الوحدة وقيلا يخرج لهم عاود ثاني، يخرج لهم ثاني يبدا يتلقى لهم ثاني يسب شي واحد. وانا كاركا انا كان اسمو اسمو ذاك الدري ديال ديال برلين البطبويات بالبطوية لوك عياتها مسكين، تنعرف باها وتنعرف مامها وتنعرف هادا وتنعرف الكاريال وتنعرف ما عليك ما تعرفش من العربية واش ماشي الكاريال تتوحفا. قال لهم ولد الكاريال تتوحفا ولد الكاريال، ها هي اللي بنت الكاريال، انا كي تضرب بالبوني هذاك اللي كاين في حدا العضراوي هذاك المومي، تا هو قال لهم ذاك كاريال التقدم وعاد كاين كاريال الدوم والتقدم ودوم دوم 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 هذا هذا ما كلشي دابا يخرجوك ولا يكون ولاد الكاريال. ها صافي انا شي مره الدوري في الخبر تنقول لك انا ولد الكاريال اهلا دولا كنت معكم انا بصل معكم شنو سكران حتى قول ما بقاش خسروا الهضره هذه، الهضره هذه ديال سكران وهذا هي حيدوها حيدوها الله ينصر سيدنا حيدوها، سكران حيدوها، مسلم حيدها. الا كنتي مسلم مسلم الكرك فهمتي، ماشي مسلم لي انايا فهمتي، انا عمري جيت قلت انا مسلم انا مسلم لا قلت مسلم غير منافق صافي صافي، داخل سوق الري ندير لك اللي عجبني الله وما تنطرش واحد، ونخلص الضرائب ديالي نخلص وما باش باش معمرين بنما معمرين بجوب بجوب معمرين فلوس حنايا صاحبي. انا هذاك الوزير الاول صاحبي يدير مشى دشن سينما ايوا ولا البريميس دشن سينما لان المغرب سينما كلشي تيمثل ايوا، اللهم يمشي دشن سينما ايوا هادشي اللي كاين ايوا
ايوا دابا هذا القشع قال حلف لي حلف لي وصافي هو يستر عليه. لا ماشي هذا، هذه خصنا نكتبوا للفيفا، نكتبوا للفيفا بان ماتش فيكسين اكزيست ان موروكو. اه اي ما كاينش، هذه جريمه الفيفا غدا لا يقدر يسبونديو الجامعه. ايوا علي قاعد ثاني سي تو سيدنا يحل لهم المشكل. اسمو الملك الملك محمد، الملك الملك محمد اش دايرين هما تيقودوها هو تيمشي يحل لهم المشاكل. ما داروا والو هما والو كل شي حاجه فهمتي. هذا عاود كرك السلام عليكم. قال لي واحد الناقوس، ها هو الناقوس يلا هو الراكو عاود الكراك يلا 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 من البسالة فين الصفارة نصفها لكم. انتم تعجبكم داكشي ديال المخزنة. ندير لكم الصفارة. الحمزة كاينة your last order at the bar please your last order. نشرب من حليب الكسكوشة كسكوشة سكار سكار. Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off, please. يلا ورك وعاود كرك ابون ورك وعملوا لايك عملوا لايك كيما تقول لكم تحفة. عملوا لي لايك عملوا لي لايك راه فتح حقها. قول لي كونغراتوليشن 875 875 بدينا بالقمونة وشادين في عباد الله ولحقنا 150 175 ألف مشارك في هذه القناة. شوفوا هذه غادا نخربقوا، أما غادي نتكلموا على المواضيع الحساسة داري 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 لحقوا المليون. احنا ما نبغيش نخرج لك المواضيع، لا هذه خليها للمؤمنين وخليها لهذاك بيتر ديال اسبانيا وخليها لاخر ديال الارجنتينا ولا خليهم هذوك المغاربين ولا هذاك ديال الطاليان. هذاك ما احنا الا احنا نشدوا في هادو 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 اللي يرشحوا راسهم في الانتخابات وما يديروا لنا حتى حلوه. السلام عليكم وعاودوا نكرركم.